مدبولي يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان ويؤكد العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحسين حياة المواطن. مصر والسودان تؤكدان رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية ملء سد النهضة العام الثاني وما يمثله من مخالفة لإعلان المبادئ. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لرئيس مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة ويشدد على ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الرئيس السيسي على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين في مختلف القطاعات. وخلال تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بأسوان، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الرئيس السيسي على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ مشروعات حياة كريمة التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين في مختلف القطاعات. وخلال تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بأسوان، أشار مدبولي إلى أن التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه الدعم للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدى جميع أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة، موضحا أن زيارة محافظة أسوان تستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال تأهيل مبنى مدرسة السلام الابتدائية بقرية الكجوج بأسوان قبل بدء العام الدراسي القادم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال الجولة تفقد مدبولي مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الكجوج، أحد مشروعات مبادرة حياة كريمة الذي يستهدف تطوير الخدمة الصحية المقدمة لأهالي القرية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة قريباً. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بالوحدة المحلية للقرية. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدينة أسوان الجديدة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بالمدينة. وفي مستهل جولته بالممشى السياحي، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به الممشى من جمال وطبيعة ساحرة، موجها بالعمل على تذليل أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات تنفيذ هذا المشروع الواعد، وذلك بما يضمن سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن. وخلال الجولة تفقد مدبولي المسرح المكشوف، حيث وجه بأهمية العمل على حسن استغلال المسرح، وذلك من خلال إقامة الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة عليه للاستفادة منه كواجهة حضارية في هذه المنطقة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار جهود إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية حفاظا على ما تمتلكه مصر من كنوز وأثر. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء لأعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر استعدادا لاحتفالية الافتتاح. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها، ويستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت وأطلال طيبة القديمة الجاري الكشف عنها. كما اختتم رئيس مجلس الوزراء زيارته إلى محافظة أسوان بجولة لمتابعة أعمال تطوير ميدان المحطة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الميدان بشكل شامل من خلال تحديث البنية التحتية. كما تفقد مدبولي أعمال تطوير السوق السياحي وسينما الصداقة. وخلال الجولة اطلع رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وما تم تجهيزه من مبنى يضم مركزا للتكنولوجيا خدمة المواطنين، وذلك لتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة أبناء المحافظة.
عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع وزيرة خارجية السودان مريم صادق المهدي في نيويورك، استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة، وذلك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المزمع عقدها بعد غد الخميس. وقد اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع دول الأعضاء في مجلس الأمن لحثيها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان. كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة. واستمرارا للقاءاته المكثفة في نيويورك، التقى وزير الخارجية سامح شكري المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن، وأكد شكري على موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة وعلى ضرورة اطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية. التقى وزير الخارجية سامح شكري بالمندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن ورئيس الأمن للشهر الجاري نيكولا دي ريفيار ضمن التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف من سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري إلى جانب مندوب فرنسا بمندوبي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة، وذلك لعرض أبعاد الموقف المصري حيال سد النهضة. يواصل وزير الخارجية سامح شكري اتصالاته المكثفة في نيويورك ارتباطا بقضية سد النهضة الإثيوبي، حيث التقى مجموعة الترويكا الاتحاد الإفريقي المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسون، وذلك للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي. وخلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أكد وزير الري أن مصر أبدت مرونة في التفاوض، قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظرا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول للاتفاق، وأنها تسعى دائما للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب. كما أشار الوزير لآثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات الجفاف. من جانبها أوضحت المسؤولة الأممية جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة في ضوء دعوات كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية لدفع مسار التفاوض. وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيار، وذلك قبل الجلسة المقررة الخميس القادم لبحث أزمة سد النهضة. وأكد العسومي في خطابه على أن مصر والسودان شاركتا بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن أثبتتا خلاله مواقف مسؤولة ومتزنة. وأضاف العسومي أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لابد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن. أعلنت الطائفة الإنجليزية برئاسة القس أندريا زكي دعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية وتأييدها للدور الوطني المخلص للدولة المصرية ما بعد 30 من يونيو. وقد أرسل رئيس طائفة هذا البيان إلى مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس أمريكا ورابطة الكنائس الإنجليزية في العالم ومجلس كنائس الشرق الأوسط وقادة كبريات الكنائس الأمريكية والأوروبية ومنظمات المجتمع المدني لدعم مصر في موقفها التاريخي والعادل لمواردها المائية.
أعربت مصر عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة روسيا الصديقة في حادث تحطم طائرة ركاب في إقليم كامتشاتكا بشرق روسيا، مما أسفر عن وفاة جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة. وتؤكد مصر على وقوفها وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، كما تتقدم مصر ببالغ التعازي لأسر الضحايا. احتفلت القوات المسلحة باختتام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم 1، والتي عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية بمشاركة 66 دارسا من الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسي العسكري وزوجاتهم من 31 دولة إفريقية وعربية وأوروبية من الدول الصديقة والشقيقة. وتعقد تلك الدورة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتعزيز وزيادة آفاق التعاون العسكري وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة. أقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته. يتضمن الجناح هذا العام مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني. ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده وهي عبارة عن سلسلة كتيبات تحكي معارك وبطولات لحرب أكتوبر المجيدة وعددا من الهدايا التذكارية وكذلك العينية. استقبلت أكاديمية 155 طالبا وطالبة يمثلون كليات الحقوق والقانون بعدد من الجامعات الخاصة، وذلك لقضاء يوم كامل مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على ليسانس حقوق من الملتحقين بكلية الشرطة، وذلك لترسيخ قيم الترابط والتلاحم بينهم. أكاديمية الشرطة، صرح تعليمي وتدريبي أمني رائد في مجال إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا ولتحقيق الترابط بين طلابها وطلاب الجامعات المصرية المختلفة. استقبلت الأكاديمية 155 طالبا وطالبة يمثلون كليات الحقوق والقانون بعدد من الجامعات الخاصة لقضاء يوم كامل مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من الملتحقين بكلية الشرطة، بما يرسخ قيم الود والتلاحم والترابط بينهم لتعزيز قوتهم في مواجهة التحديات والأخطار. أول مرة أشوف صرح عظيم زي ده، أول مرة أدخل مكان زي ده، فدي حاجة نفتخر بيها جدا كمصريين ونفتخر بيها كعرب أصلا إن دي موجودة عندنا. غير إن هي كلية الشرطة مصنع الرجال، فهي منارة للعلم. حرص كلية الشرطة على تزويد الخريج بتاعها بالمستوى العلمي اللائق سواء على مستوى الدراسات العليا أو في على مستوى الليسانس بالإضافة للغات الأجنبية، ده هيثقل الخريج بشكل كبير جدا. داخل حرم الأكاديمية انتقل الطلاب لمشاهدة جزء من البرنامج التعليمي والتدريبي للطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق لمعرفة كيفية إعدادهم بأسلوب عصري متطور لأداء رسالة الأمن، فقد شاهدوا جانبا من التدريبات التي يؤديها الطلبة والطالبات في الرماية والقوى البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والإنزال من أعلى الأبراج بخاصة الطالبات وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي وبيانات عملية بالقرية التكتيكية وقفزة الثقة وفك وتركيب السلاح تحت الماء، كلها أداها الطلبة والطالبات بكفاءة عالية ومهارة عكست قوة التدريب والإعداد والتأهيل. بصراحة أنا كنت فخورة قوي لأن أنا بشوف الشرطة النسائية في الشارع، بس ما كنتش عارفة أن التدريبات زيها زي التدريبات للشرطة الطبيعية للرجال، وأن هي فعلا يعني أنا كنت فخورة أن في سيدات بتقوم بالتدريبات دي، وكنت فخورة أكتر أني عرفت أن ممكن تخصصي قانون يكون لي تقديم بعد كده في ضباط المتخصصين من الشرطة النسائية. اتبسطت قوي أن لقيت بنات بتعرف تتدرب رماية كويس قوي كده وإزاي يفكوا السلاح ويركبوه
وسرعتهم وادائهم في الحركه، يعني اتبسطت جدا لقيت بنات بتعمل كده. حاجه طبعا كلنا نفخر بيها ان في حاجه في بلدنا كده، وحاجه كويسه جدا، وانا واحد من الناس اتمنى اكون موجود هنا ان شاء الله. بعد ما اخلص كليتي هدخل اقدم هنا. تضمنت الجوله رؤيه جزء من عروض كتائب الخياله، وكذا الاداره العامه لتدريب كلاب الامن والحراسه في كيفيه استخدام الكلاب المدربه في العمليات الامنيه. انبسطت جدا بنقضه اليوم كله، وشفت حاجات جديده اول مره اشوفها زي مسرح الجريمه، زي النشان، زي الامن المركزي. مبسوط جدا ان انا هنا النهارده، واتمنى ان انا اكرر الزياره دي مره واثنين وثلاثه، وبتمنى ان انا بقعد مخلص اجي اقدم هنا كظابط. الحاجات اللي احنا شفناها تدل ان اي فرد يخرج من الكليه دي هيكون مؤهل على اعلى مستوى ان هو يواجه اي حاجه، ويعني الموضوع حمسنا جدا ان احنا نقدم، وباذن الله نكون في الدفعات الجايه لكليه الشرطه. تعرفت على الفنون القتاليه داخل الكليه والحمايه المدنيه، وشفنا الكلام ده نظري وعملي. على هامش فعاليات الزياره تم تكريم طلبه وطالبات الجامعات المصريه الفائزين في المسابقه البحثيه التي نظمتها وزاره الداخليه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي في العديد من الموضوعات المجتمعيه. متفاجئه جدا ان انا كسبت النهارده، وان انا اساسا بتكرم من وزاره الداخليه، دي كانت حاجة مشرفة جدا. زيارات تأتي في إطار تبادل الرؤى والثقافات بين شباب الوطن الواحد، بما يجعله محصنا عصيا على الانكسار، وبما يؤكد أن رسالة الأمن يؤديها خيرة الرجال الذين تم تدريبهم وإعدادهم وفقا لأحدث النظم التدريبية الأمنية للتصدي لكافة الأخطار والتحديات. استقبال أكاديمية الشرطة لشباب من مختلف الجامعات المصرية إنما يؤكد على الدور الريادي الذي تطلع به الأكاديمية في إعداد الكوادر الأمنية محلياً ودولياً، والرغبة في تعريف الشباب بهذا الدور لترسيخ روح الولاء والانتماء لديهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. هذا وتوصل وزارة الداخلية تنفيذ المرحلة 18 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعودة لملف سد النهضة واستمرار لقاءات وزير الخارجية سامح شكري مع المندوبين الدائمين لأعضاء الأمم المتحدة في نيويورك. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف عزة إبراهيم رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي. أستاذ عزة، يعني بعد التحية، جهود دبلوماسية متواصلة بالتنسيق مع السودان من أجل التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، كيف ترى هذه الجهود في ضوء تحركات وزير الخارجية في نيويورك؟ مساء الخير، اهلا بحضرتك. اعتقد انه التحركات المصريه اليوم او على مدى ال 48 ساعه الماضيه تحركات جيده للغايه، اعتقد بعد التنسيق مع الطرف السوداني ومع ايضا مجموعه العربيه في نيويورك، هذه امور اعتقد انه توصلنا الى كثير من نقاط الاتفاق، خصوصا الطرح المصري على روسيا والصين، وايضا مع وفد ترويكا الاتحاد الافريقي الذي يضم الكونغو وجنوب افريقيا والسنغال. اعتقد ان وزير الخارجيه في تصريحاته اليوم كان واضح في عدد من النقاط التي يمكن اجمالها في الاتي، انه هناك يعني التاكيد على ان مصر تحاول ان تخلق علاقات تعاون تحقق مصلحه مشتركه للجميع، وأن مصر لا تلجأ إلى لغة التهديد، ولكنها واضحة تماما بأنه أن تبقي كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية. المصالح الوطنية المصرية لا تقبل المساومة ولا تقبل الانتقاص من الحقوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل. أيضا أعتقد أنه هناك تطورات نوعية على صعيد المشاورات. نجد اليوم ايضا في بيان المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده
ظهر اليوم تحدث عن انه لا يجب الا يكون هناك عمل احادي بشان سد النهضه، وقال انه ده ممكن يقوض البحث عن حلول. يمكن تصريح مهم في توقيته، ويحمل مغزى مهم في امكانيه ان يكون هناك تحرك في مجلس الامن، ربما يصل الى مستوى الضغط من اجل الجلوس على مائده التفاوض، ولكن هذه المره بقواعد جديده. سيد عزت، يعني هذا التحرك الاثيوبي الاحادي يبدو وكانه محاوله لتحقيق مكاسب سياسيه، كيف ترى ذلك رغم الحرص المصري لاخر لحظه على تحقيق المصالح المشتركه؟ ده طبيعي جدا، لانه النظام الحكم في اثيوبيا اعتقد انه يتمتع بانتهازيه شديده، لا يملك اراده سياسيه للحل ولا يريد الوصول الى اتفاق، ويسعى للتهرب بشكل دائم من اي التزامات. اعتقد انه كل ما جرى مخالف بشكل واضح لما تم الاتفاق عليه في اعلان المبادئ في 2015، وما ادى لان مصر والسودان بترفضان بشكل قاطع التصرف الاحادي الجانب لبدء ملء السد المرحله الثانيه بدون تشاور ودون اتفاق الوصول الى اتفاق ملزم. هم لا يريدون الاتفاق الملزم، ويريد المضي في تعليق السد وفي الاجراءات الوحديه رغم كل ما يمثله من تهديد، ورغم تحذير كثير من الاطراف الدوليه من انه مغبه التصرف الوحادي. هناك مكاسب داخليه يريد ان يحققها على حساب مصر والسودان، مكاسب على صعيد الجبهه الداخليه، وهو امر مرفوض تماما. وأعتقد أنه بيتم تعريض هذه المواقف اليوم، وبالتالي نتمنى أن تكون جلسة مجلس الأمن مثمرة وعلى قدر كبير من الإيجابية. نعم، الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011. وخلال كلمتها في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان 30 يونيو ثورة وطن، أوضحت هالة السعيد أن الدولة في 2016 أطلقت رؤية مصر 2030 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت السعيد أن الدولة نفذت مشروعات بقيمة 4 تريليون و400 مليار جنيه من 2014 وحتى الآن. وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد. كما وافق مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول للمجلس. عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد. واصل المجلس لجلسة صباحا نظر مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد حتى مادة 50 ورأس إكمال مناقشة بقية المواد بجلسة اليوم. وخلال الجلسة طرح عدد من النواب آراءهم حول التعديلات على مشروع قانون المالية العامة الموحد. مادة 34 سادة النواب بتقول اللي احنا وافقنا عليها، لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي الى بموافقة الوزير، ويشترط فاحنا مقفلينها في المادة 34، متقفلينها في المادة 34. لو حضراتكم تتذكروا في هذه القاعة الموقرة جاءنا
مشروع قانون من الحكومة لإنشاء صندوق الأزمات والطوارئ الطبية، لأنه كان يترتب فيه تمويل على بعض الأموال التي ستتحملها بعض الجهات وتتحملها المواطنين، وعلى أثر ذلك كان إنشاء الصندوق بقانون جديد. كانت ممكن وزارة الصحة، ولأن كان في نقل حسابات من صناديق قديمة مستقرة هتدخل جوه الصندوق ده، فعشان كده اتعمل بقانون جديد. فالتأكيد على فكرة إنشاء الصناديق بقانون جديد أفضل. من جهته عقب وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد على مشروع قانون المالية العامة الموحد. سيادتك في المادة 30 في الفقرة الثانية كما يتعين على الجهات الإدارية، اللجنة انتهت إلى أخذ رأي الوزارة على مشروعات القرارات وليس القوانين. المادة الأولى أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين وده تمام. في الفقرة الثانية أخذ رأي الوزارة على مشروعات القرارات. القرارات احيانا بتطلع قرارات بترتب اعباء ماليه، قرارات بمكافئات، قرارات بحاجات بترتب اعباء ماليه، والماده دي تحديدا او الفقره دي تحديدا كان جرى مناقشتها باستفاضه في يعني اثناء عرض القانون على في مجلس الوزراء، وتم اقتراح عباره من شانها ترتيب اعباء ماليه اضافيه. يعني الجهه الاداريه عندها فلوس تعمل اللي هي عايزاه، ما عندهاش فلوس لازم ترجع لوزاره الماليه، لان دي بترتب اعباء ماليه اضافيه. فبدل اخذ راي احنا عايزين موافقه الوزاره. شكرا. في حاله الاعباء الماليه الاضافيه بس، لكن بالميزانيه اللي عندها وبالفلوس اللي عندها تعمل اللي هي عايزاه، ما حدش بترجعش. وفي ختام المداولات والمناقشات وافق مجلس الشيوخ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، ليعلن بعد ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون. الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافقة. الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يده. موافقة. إذن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا، ويتم اتخاذ اللازم عملا بحكم المادة 249 من الدستور. وخلال الجلسة العامة وافق مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول للمجلس. تنص الفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة. وحيث أن مجلس النواب قد وافق بجلسته المعقودة صباح يوم الاثنين الموافق 14 من شهر يونيو الماضي على مشروعات قوانين الخطة والموازنة للسنة المالية 2021-2022، وعملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها، هل توافقون حضراتكم على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول؟ موافقة. إذن أعلن موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، وذلك في الموعد الذي سيصدر به قرار من السيد رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية المجلس. رئيس النواب وانسكاب شهر الأحزاب السياسيين، بتوجه لحضرتك بخالص الشكر وشكر مخصوص يعني لإرساء حضرتك لقواعد العدالة والشفافية والتجرد في إدارة هذا المجلس. خالص الشكر للوكيلين الجليلين الذين دائما يثروا الحوار معنا، ومداخلتهم دائما تكون حل لكل المشاكل والخلافات. كل الشكر للأمانة العامة معالي المستشار محمود عثمان على مجهوده الدائم والمتواصل. خالص الشكر للسادة رؤساء الهيئات البرلمانية
خالص الشكر للسادة رؤساء اللجان على مجهودهم في هذا دور في دور الانعقاد، والنتائج التي ظهرت من أعمال اللجان. شكر خاص للسادة أعضاء المجلس الذين أثبتوا أن عودة مجلس الشيوخ كانت ضرورية وملحة، ونتائجها هي إسراء للعمل التشريعي. من جانبه أشاد وزير شؤون المجالس النيابية بأداء نواب المجلس خلال كلمته بمناسبة انتهاء أولى فصول المجلس التشريعية. السيد الرئيس، لطالما سعدنا بالحديث إلى منصتكم العالية التي تشرفت بأن وضعتموها كشيخ جليل من شيوخ القضاء وعلم من أعلام الدستور والقانون، فأدرتم جلسات المجلس بحكمة بالغة ومهارة رفيعة، كما سعدنا دائما بمداخلات وآراء السادة النواب الموقرون التي استهدفت صالح الوطن والمواطن، وهو الهدف والغاية التي تجمعنا. دولة الرئيس، اسمح لي أن أشيد بالأداء الراقي لمكتب مجلسكم الموقر والسيدين الوكيلين، السيد الوكيل الأول المستشار الجليل بهاء أبو شقر، والسيدة الوكيلة الفاضلة الأستاذة فيبي فوزي، اللذين كانا خير عون لنا جميعا وقدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب. واسمح لي سيادتكم أن أسلم أيضا الدور المتميز الذي يقوم به السادة رؤساء الهيئات البرلمانية الموقرون الذين أسهموا جميعا في خروج الصورة العامة لمجلسكم الموقر بشكل متميز. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير بأداء السيد المستشار محمود عثمان أمين عام مجلسكم الموقر، والسيد المستشار عمرو يوسفي نائب الأمين العام، على دأبهم في توفير كافة السبل الإدارية والفنية لضمان انتظام عمل مجلسكم الموقر. وختاما نهنئ سيادتكم والسادة النواب الموقرون على انصرام دوركم التشريعي الأول بنجاح، ونتطلع للقاء سيادتكم في أول انعقاد قائم، وشكرا لكم. فصل تشريعي انتهى، تكلل بمناقشة قرارات ومشاريع قوانين هامة في إطار دور مجلس الشيوخ الذي يقوم به كغرفة ثانية للسلطة التشريعية لمعاونة مجلس النواب على سن القوانين في كافة المجالات بطريقة تضمن الحفاظ على الصالح العام والخاص والاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز أشاد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بما حققه المجلس من مناقشة عدد من مشروعات القوانين. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري صرح رئيس المجلس أن مشروع قانون المالية العامة الموحد من أهم القوانين التي تمت مناقشتها. احنا بالنسبة لنا كان معروض علينا عدة قوانين الفترة اللي فاتت، آخرها قانون المالية الموحد اللي كنا بننظره، وهو قانون الحقيقة من أهم القوانين اللي كانت يعني محل تقدير ومحل دراسة ومحل تعمق في دراستها، لأنها لها مردود وانعكاس شديد وخطير على الأمور المالية والاقتصادية في مصر، ولذلك يعني خدت جهد كعادة المجلس الشيوخ الحقيقة أنه بيتأنى في أبحاثه، وربما يمكن هو كان مجهد شوية لأنه كان قرابة 80 مادة، لكن الحمد لله تم دراستهم وأعداد يعني الملاحظات والتنقيح وضبط الصياغة للتشريع كله وتمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره إن شاء الله.
كما أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المجلس يقوم بدور محوري في العملية التشريعية. وبمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المجلس يتولى إطفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها وترسيخ دعائم الديمقراطية. الحقيقة ما شاء الله العديد والعديد من القوانين التي تم دراستها وإجازتها، أيضا اللجان المجلس قامت بدور رائع في سواء كان في إعداد هذه مشروعات القوانين وتقديمها للمجلس لإصدارها أو يعني التعامل معها في القاعة، وأيضا بالنسبة للاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتم عرض الكثير منها وتم دعوة العديد والعديد من السادة الوزراء. وعلى فكرة يعني دعني أستغل هذه الفرصة لنشكر التعاون الوثيق المثمر ما بين المجلس وما بين مجلس الوزراء. الحقيقة السادة الوزراء يعني بيقدموا للمجلس كل عون وكل تسهيلات وكل المعلومات المطلوبة والدعم لتقديم يعني ليقوم بدوره على الوجه الأكمل. وطبعا يعني الجهد موصول أو الشكر موصول أيضا لمجلس النواب، لأنه الحقيقة مجلس النواب أيضا هناك نوع من التناغم وهناك نوع من التنسيق ما بين المجلسين على أعلى مستوى. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا غيرت من أولويات الدول والشعوب. وخلال كلمتها في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، أوضحت مرسي أن مثل هذه الأزمات قد تنسف أي جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة 25 عاما الماضية في جميع دول العالم. أثبتت الدراسات أن هناك قطاعات فائزة جراء جائحة كورونا من حيث تأثيرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل التعليم والصحة والزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات لن تتأثر مثل تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات الشخصية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات خاسرة مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والأنشطة المساعدة والأنشطة العقارية. ومن المتوقع أن يعيد الواقع الجديد تشكيل الجوانب المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في مجالات مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي بأن قوات الأمن العراقية تبذل جهودا كبيرة لحماية أبراج نقل الطاقة وأحبطت عددا من المحاولات التخريبية والإرهابية وألقت القبض وقتلت عددا من المخربين. وخلال جلسة الحكومة العراقية أضاف القاضمي أن الحكومة عملت على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وافتتاح العديد من المحطات، وما زالت الجهود مستمرة في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد عليها. أضاف القاضمي بأن سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء بالداخل العراقي. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن بلاده على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي. وخلال لقائه مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، أكد دياب أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات مالية وإدارية للتعافي، مناشدا دول العالم لإنقاذ بلاده من الوضع الاقتصادي الراهن. أدعو الأمم المتحدة وجميع الهيئات الدولية والمجتمع الدولي والرأي العام في العالم إلى المساعدة في إنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال لبنان. لبنان على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي.
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن مبادرته لا تزال مستمرة لإنهاء الخلافات السياسية التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. وأضاف بري أنه سبق وقدم 3 مبادرات، مشيرا إلى أن مبادرته الأخيرة تضمنت رفع عدد الوزراء إلى 24 وزيرا، كما تم طرح حلول للخلاف القائم حول تسمية وزير الداخلية. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا بسبب سلالة دلتا ومخاوف بريطانية من رفع القيود. قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إنه سيضع تغييرات في العزل الذاتي لمتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا داخل البرلمان البريطاني. وأشار جافيد إلى أنه يتوقع ارتفاع حالات الإصابة لتصل إلى 100,000 حالة في اليوم خلال الصيف، حيث أضاف أنه سيكون هناك نظام أكثر تناسبا للاختبار والتتبع والعزل. يأتي ذلك على الرغم من استمرار تخطيط الحكومة البريطانية لرفع قيود مواجهة كورونا في 19 من يوليو الجاري. على جانب آخر، سجلت الوفيات الناتجة عن كورونا في الهند ارتفاعا قياسيا خلال الشهر الماضي. وكانت الزيادة الكبيرة في الإصابات خلال أبريل ومايو الماضيين، والتي ترجع في مجملها إلى السلالة دلتا الأكثر انتشارا في العدوى، وتسببت في انهيار النظام الصحي في البلاد. وأظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 34,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 30 مليون حالة. أعلنت إندونيسيا عن إعداد منشآت صحية إضافية تحسبا لأسوأ السيناريوهات المحتملة في مواجهة فيروس كورونا. ووصلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد إلى ما بين 40 إلى 50 ألفا. وأشار الوزير المفوض بمتابعة جائحة كورونا، أشار إلى أن الحكومة تعتزم زيادة إمدادات الأكسجين، ولديها مبان غير مستخدمة يمكن تحويلها إلى منشآت عزل في حالة تفاقم الوضع. أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد حرص الرئيس السيسي على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهنة الطبية في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية. جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق لاستعراض لائحة النظام الأساسي له وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية واجبهم. وثمنت وزيرة الصحة تلك الخطوة، والتي تعد سابقة تاريخية في القطاع الصحي، موجهة بسرعة صرف التعويضات للمستحقين الخاضعين لأحكام القانون. أصدر صندوق تحيا مصر تقريرا يرصد من خلاله أبرز المشروعات والمبادرات التي نفذها خلال 7 سنوات الماضية. وشكلت ملامح هذا الصندوق حتى أصبح نشاطه عابرا للحدود. وأكد التقرير أنه تم رصد 150 مليون جنيه جديدة لفرش وتأثيث الوحدات السكنية المخصصة لسكان المناطق المهددة للحياة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا جنبك لإحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، إضافة إلى إعمار 1874 منزلا في قرى ألمينيا وأسيوط وسوهاج وقنا. كما تم دعم جهود الدولة لإنهاء أزمة العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ب3,300,000,000 جنيه. قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها 52 غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر غدا الأربعاء في 7 مساء. وأكد رئيس هيئة الكتاب هيثم الحاج أن إدارة المعرض قررت إتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، ولن يسمح فيها لكل دار نشر سوى ب4 ساعات كحد أقصى.
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات الدورة 52 لمعرض الكتاب في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، دورة استثنائية على صعيد التنظيم والتسهيلات المقدمة للزوار وكذلك على صعيد المشاركة الدولية رغم ظروف الجائحة كورونا، حيث يشارك في المعرض أكثر من 1200 ناشر عربي وأجنبي من 25 دولة. أول سنة الوكالة تشترك في معرض الكتاب، احنا عارضين بعض مشاريع الوكالة. من أهداف الوكالة أن احنا ننشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، ففعلا عارضين منتجات الوكالة نفذتها، منها مسلسل رسوم متحركة حلم الفضاء. والإجراءات الاحترازية جميلة بصراحة، يعني من على البوابة برا وهم يعني خلونا عقمنا أيدينا وحطينا الماسكات، وبعدين برضو في كمان حاجات أمنية كتيرة. فيما يواصل المعرض فعالياته، أشاد العريضون والزائرون بما تشهده فعاليات هذه الدورة على صعيد الإجراءات التنظيمية والاحترازية، فضلا عن توافر الكتب والمعروضات بأسعار مناسبة، كما تم إطلاق منصة إلكترونية بتقنية الأبعاد الثلاثية. الناس اللي جاية المعرض عارفة أنه هون أكبر تجمع تقريبا بالنسبة للشرق الأوسط بالنسبة للكتب ودور النشر. بصراحة التنظيم جيد جدا، الإجراءات الاحترازية يعني بصراحة فيها شغل عالي، لأن أنا بشوف أكتر من حد لو حد مش ملتزم بينبهوه. اللي بره بصراحه ما كانش فيه تدافع. المعرض يقدم للزائرين ايضا تسهيلات وتيسيرات منذ فتح المعرض ابوابه، حيث تم تخصيص اتوبيسات لنقل المواطنين الى مقر المعرض تيسيرا لهم، كما تم تخصيص عربات مجانيه لنقل العائلات وكبار السن بين اجنحه المعرض. افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة ورئيس الجهاز المركزي لتعمير محمود نصار عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. شملت تلك المشروعات افتتاح المرحلة الأولى من معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بشرم الشيخ بتكلفة 185 مليون جنيه، وافتتاح مزرعة نسرين النموذجية بوادي فيران التابع لمدينة أبورديس، وذلك لصالح بدو سيناء، وتدشين خط جهد متوسط بطول 7 كيلومتر مع تدعيم الجهد المنخفض بتكلفة تبلغ 54 مليون جنيه. نفتتح أحد المزارع اللي معمولة بجهود وزارة الإسكان. حد يقول ده وزارة الإسكان بتعمل مزارع؟ جهاز المركزي للتعمير هو اللي بيساعدنا، هو اللي بيشتغل معانا في هذا المجال، ودي يمكن المزرعة 15، وإحنا هنطلع من هنا على مزرعة أخرى 60 فدان، دي 40 مزرعة. هنا زي ما انت شايفة موجود فيها حوض سمك كبير، موجود فيها 500 نخلة برحي، موجود فيها زراعات كثيفة، موجود فيها خضروات وفواكه، موجود فيها 20 صوبة زراعية، موجود يعني فيها موارد كويسة. بتكلم على سيناء عموما، في خلال الفترة السابقة من 2014 حتى اليوم تم ضخ استثمارات ما يقرب من حوالي 700 مليار جنيه لصالح تنمية سيناء سواء في الشمال أو في الجنوب. احنا يمكن في خلال هذا العام بالنسبة للجهاز المركزي للتعمير، وده أحد أجهزة وزارة الإسكان، بنعمل باستثمارات حوالي 6 مليار جنيه في المحافظتين سواء في الشمال أو في الجنوب، ده في خلال هذا العام. جميع المشروعات اللي بنشتغل فيها سواء بقى صرف صحي أو مية أو إسكان أو طرق أو كهرباء، ده كله بيهم المواطن السيناوي والخدمته أولا وأخيرا. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع دينا فكري، إليك دينا. شكرا هبة وشكرا يوسف. وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. انعقد الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة برئاسة وزير البترول طارق الملا، باعتباره الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط بحضور وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى. وشهد الاجتماع توقيع وزير البترول على اتفاقية المقر الرئيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، في حين ناقش الاجتماع تطورات أنشطة المنتدى وتطور الذي تحقق في دراسة الغاز الطبيعي الإقليمي وتوازن العرض والطلب في سوق الطاقة، والتي تتم حاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي. هذا وأعرب الوزراء عن خالص تقديرهم لمصر بقيادة الرئيس السيسي لتقديمها أقصى دعم للمنتدى كدولة مضيفة.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك أنه سيتم توفير 1760 طن لحوم سودانية طازجة استعدادا لعيد الأضحى بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك. بحب أطمنكم جميعا أن احنا عندنا سواء من ناحية الخراف الحية عندنا حوالي 39 شادر متوزعين على مستوى الجمهورية بحيث أن احنا بنبيع خراف حية ولدينا حتى وأنا بكلمكم هذه اللحظة 10,000 رأس من الخراف الحية وتم تحديد السعر على 65 جنيه قايم. حضراتكم عارفين يعني ايه قايم، يعني الخروف الحي بيتوزن ثم بيتضرب في 65 جنيه. بالنسبة للخراف المبردة وده بناخدها من الشقيقة السودان فده بيبقى الخروف كامل ولكن مدبوح في السودان وجاي مبرد في عربيات مبردة لغاية أي منطقة في جمهورية مصر العربية. تم تسعير ده على 95 جنيه. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح وزير الإسكان أنه يجرى تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية من أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة، ووصلت نسبة تنفيذ ببعض الأبراج للدور الثامن، بينما يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات ل 15 برجا بالمرحلة الأولى بالمدينة. إلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات جلسة اليوم على تراجع جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية. هذا وتراجع رأس المال السوقي نحو 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657 مليارا و170 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 10154 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 2292 نقطة. هبط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.52% يغلق عند مستوى 3229 نقطة. إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و64 قرشا للشراء و15 جنيها و73 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 18 جنيها و51 قرشا للشراء و18 جنيها و63 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 21 جنيها و68 و21 جنيها و82 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و25 قرشا للشراء و4 جنيهات و28 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و19 قرشا للبيع. انخفضت معنويات المستثمرين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يوليو لكنها ما زالت عند مستوى مرتفع جدا، في حين زادت التوقعات لتعافٍ اقتصادي قوي، وهبط مؤشر معنويات المستثمرين إلى 63.3 من 79.8 في يونيو. وتوقع خبراء الأسواق المالية أن يكون الوضع الاقتصادي في مجمله إيجابيا على نحو استثنائي في الأشهر الستة المقبلة. ختام أخبار المال والأعمال وعودة إلى يوسف وهبة، إليكما. أشكرك دينا. ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة إن 26 والتي فقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في منطقة كامتشتكا.
وأكد مصدر في خدمات الطوارئ عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية، فيما أفادت وزارة الطوارئ بالعثور على حطام الطائرة على بعد 3 كيلومترات و800 متر من مطار بلدة بلانا، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها مما أدى إلى تحطمها. كان على متن الطائرة التابعة لشركة نقل محلية 28 شخص، وهم 22 راكبا وطاقم مكون من 6 أفراد. قالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن العاصفة الاستوائية إلسا تحركت شمال غرب كي ويست، مما أدى إلى هبوب رياح وأمطار عبر جنوب فلوريدا. وأطلقت الهيئة تحذيرات من العواصف الاستوائية في ساحل الخليج بالولاية. هيئة الأرصاد الأمريكية قالت إن العاصفة الاستوائية إلسا زادت من حملها الحراري مع رياح مستدامة بلغت سرعتها 49 ميلا في الساعة وعواصف تبلغ سرعتها 64 ميلا في الساعة. كما حذر المركز الوطني للأعاصير من أن العاصفة ستشتد خلال 24 ساعة القادمة قبل أن تصل إلى اليابسة. وهذه جولة مع آخر أخبار الطقس، نعود فيها مرة أخرى إلى دينا فكري. إليك دينا. شكرا لكم. وهو أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 36-24، الإسكندرية 30-24، مطروح 29-22، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 36-23، السويس 36-25، العريج 33-24، طابة 36-23، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-27، الأقصر 43-27، أسوان 43-28، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 38-29، وحلايب 35-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة بعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مع أبرز اللقطات لهذا اليوم: We'll be right back.
ومع نهاية أخبارنا إليكم تذكرة بالعناوين. مدبولي يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان ويؤكد العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحسين حياة المواطن. مصر والسودان تؤكدان رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية ملء سد النهضة للعام الثاني وما يمثله من مخالفة لإعلان المبادئ. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لرئيس مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة ويشدد على ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن. انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الفل يا يوسف، ازيك يا هبة؟ مساء الخير يا يوسف. لا تزال ولا تزال. النهاردة أكيد عندك موضوعات كتيرة، لكن يمكن إحنا كان أبرز ما في نشرتنا التأكيد على مبادرة حياة كريمة وجولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سواء في أسوان أو حتى في مدينة الأقصر. شق حياة كريمة وتحسين حياة المواطن، والشق الآخر فيما يخص السياحة والاستعداد والطريق. صحيح. يعني كانت جولة مهمة جدا في جنوب مصر. هي الجولة مهمة والجولة حلوة، وهيبقى في عندك أكبر متحف مفتوح في العالم وما إلى ذلك، بس بيني وبينكم كده هو أكتر موضوع شاغل بالي وأظنه يشغل بال الملايين، ملايين كتير، ملايين جوه مصر وملايين جوه السودان، ملف تقدر تسميه كده إيه، فقه التعنت. تعنت الإثيوبيين في ملف المية، الظن بإنه أصل النيل بتاعي، إحنا مش قاعدين بنلعب، دي ما هياش لعبة، فاللعبة دي بتاعتي، ده مش أوبريت اللعبة بتاع نيلي ربنا يديها الصح. احنا بنتكلم على حقوق مائية بتاعة تقريبا 120 ولا 125 مليون مواطن، مسألة ما فيهاش هزار، وما ينفعش تحت أي ظرف من الظروف أبدا أبدا انه يحصل ضرب بعرض الحائط، سواء إذا كان بمعاهدات دولية أو أعراف أو قانون دولي إلخ بهذا الشكل. لازم 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 العالم يلتفت إلى اللي بيحصل ده، ايه السر وراء هذا التعنت الغريب والملحوظ. يعني الواحد يعني اقول ايه، بس انا ماسك نفسي هو الكل منتظر طبعا كل منتظر مجلس الامن بالظبط، لان تحركات دبلوماسيه وبجانب طبعا كل الدعم والتأييد من كل المواطنين المصريين والعرب لقرارات القياده السياسيه في هذا الامر، وننتظر زي ما قالت هبه يوم الخميس جلسه مجلس الامن، وان شاء الله خير. ابننا العاقل والله العظيم صوت الحكمة في المكان، يعني محتاجين كلنا دلوقتي نكون يعني في ظهر القيادة السياسية في أي قرار تتخذه، وكل الدعم والتأييد، ويعني للوزير سامح شكري في رحلته في نيويورك. طبعا طبعا الراجل بيقوم بجهد كبير، الرئاسة عملت جهد مضني الحقيقة، مؤسسة الرئاسة عملت كل ما يعمل علشان خاطر نوصل إلى اتفاق عادل. بالظبط، ما هو مش ممكن يعني مصالح الدول، لكن هقول ايه طالما دكتور يوسف يعني عاوز صوت الحكمه يعلو فوق عينينا. دكتور الله يخليك، الدكاتره برضه حاجه ثانيه، فقراتك السمينه والحلقه موفقه ان شاء الله. اشكركم. شكراً. ربنا يخليك يا هبه، شكرا ليك يا يوسف حبيبي. طب احنا نستاذنكم بقى نبدا فقراتنا في التاسعه، واظن اصبح عندكم خلفيه.